دي وصفتنا النهاردة، عبارة عن ملوخية بالجمبري ورز أبيض. إن شاء الله تنول إعجابكم. تعالوا بينا نشوف الفيديو للآخر، إن شاء الله تستفيدي. السلام عليكم، أهلا وسهلا بيكم متابعين الأعزاء في قناتي، قناة لولا كيتشن. معاكم أمل فؤاد. النهاردة هحضر لكم ألذ وأجمل أكلة في 10 دقايق، ملوخية بالجمبري. هنشوف المقادير اللي معانا ونقول بسم الله ونبدأ. معانا 1/2 كيلو جمبري، معانا كيس ملوخية متفرزة، معلقة توم كبيرة، معلقة زبدة كبيرة، معلقة كزبرة كبيرة برضو، معلقة ملح صغيرة، 2 معلقة زيت. ودلوقتي هنشوف هنعمل ايه. يلا بينا. هناخد دلوقتي 2 معلقة الزيت نحطهم، ونحط 1/2 مقدار الزبدة، وهنحط كمان 1/2 مقدار الثوم. لغاية لما الثوم لونه يبيض كده ويتحمر سنة صغيرة، ونبدأ نحط الجمبري. هنحط كمان 1/2 كمية الكزبرة علشان تطلع الريحة، تتحمص كده وتطلع الريحة بتاعتها. وبعدين نحط الجمبري ياخد تشويحة كده جميلة ظريفة كده. اما يتشوح كده ويبقى لونه اللون البنك الحلو او الاورنج الفاتح، لون الجمبري اهو بقى اللون الاورنج الفاتح. دلوقتي هحط له مكعب مرقه، هي مرقه خضار بتديها طعم حلو قوي، وطبعا هراعي ده في الملح علشان ما تحدقهاش، لان المرقه بتكون حادقه، فخلي بالي من الحوض عشان الملوخيه ما تبقاش حادقه. خلاص كده. لو انا عندي شوربه جمبري، القشر اللي هو بيطلع منه ممكن اغسله حلو قوي واسلقه واحط الميه بتاعته، وممكن احط ميه كده من غير ميه جمبري ولا حاجه. فانا هحط ميه كده، انا غاليه ميه اهي. بسم الله، الجمبري ياخد غلوه فيها، وبعدين ننزل الملوخيه. طبعا تغلي غلوة، وبعدين نحط الملوخية. الجمبري اهو هيبدأ يغلي. اول ما يبدأ يغلي احط معاه طماطماية. لما الجمبري هيبدأ يغلي احط الطماطم مشقوقة كده 4، بتدي طعم حلو قوي وتشيل اي حموة في الملوخية. دلوقتي بقى الجمبري ما شاء الله استوى وبقى جميل اهو، طماطمية المنورة دي التحفة اهو ما شاء الله. هنحط بقى الملوخية. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده الملوخية اهي، وعملنا الطشة اهي. دلوقتي حطينا التونه مع الكزبره. لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله. احلى طشه ملوخيه. طبعا الطشه دي وشها او الخرط ده كلام تهريج، لكن هي بسم الله في اكلنا دايما نذكر اسم الله، يبقى ان شاء الله ربنا يباركه. ودلوقتي نغرف بقى ونشوف اكلنا.
وبكده ده الشكل النهائي لوجبتنا النهاردة، الملوخية بالجمبري طعمها رائع، كل الناس بتحبها، ولو عملتيها بطريقتي حتى لو في عندك حد مش بياكلها هتعجبه جدا. ان شاء الله تنول اعجابكم، ونتقابل في وصفة جديدة مع لولا كيتشن مع امل فؤاد. ان شاء الله ما تنسوش اللايك والشير، ما تنسوش التعليقات الجميلة بتاعتكم. شكرا، مع السلامة.